هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المبعوث رحمة للورى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرحب بكم يا أهل القرآن حيث كنتم، وأرجو من الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. ومع هذا الدرس، الدرس 29، مراجعة الفصل الرابع، علوم قراءة القرآن. هذه العلوم التي تضم الأحرف السبعة وعلم القراءات وعلم التجويد وعلم الوقف والابتداء وآداب قراءة القرآن، فأعيروني القلوب والأسماع، وأرجو من الله تعالى أن نجمع هذه العلوم التي سبق أن تم شرحها في 5 دروس مستقلة، وها نحن في هذا الدرس نراجع عليها ونجمع شتاتها إن شاء الله مع إضافات يسيرة بإذن الله تعالى. وأهدافنا في هذه الليلة أن يذكر الطالب علوم قراءة القرآن، أن يذكر الطالب المقصود بالأحرف السبعة والحكمة منها، أن يعرف الطالب علمي القراءات والتجويد ويذكر ثمرتهما والفرق بينهما، أن يحرص الطالب على تطبيق آداب قراءة القرآن الكريم ومنها الالتزام بالوقف والابتداء، وأن يقرأ الطالب ملخص الفصل الرابع ويقوم بحل أسئلته التقويمية والإثرائية. يا أهل القرآن، الأحرف السبعة ما المقصود بها؟ أولا، لنتفق على أن حديث الأحرف السبعة برواياته متواتر، أي رواه جمع كبير، وفي أغلب كتب السنة لا يمكن أن يتفق على هؤلاء، لا يمكن أن يتفق هؤلاء على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهو ثابت يقينا لأنه متواتر لا شك في ثبوته، ثابت يقينا، وأيضا يفيد علما يقينيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. وقلت لكم بأن هناك روايات كثيرة، وهذه من الروايات، هذه من الروايات الكثيرة التي وردت عن أكثر من صحابي، وهناك أكثر من قصة تؤكد نزول الأحرف السبعة ونزول القرآن الكريم على 7 أحرف. وهنا يأتي هذا السؤال المهم: ما المقصود بالأحرف السبعة؟ مفهوم الأحرف السبعة مما ورد فيه خلاف شديد بين العلماء، حتى ورد نحو من 40 قولا كما جمعها السيوطي رحمه الله، وبعض العلماء زاد عن ذلك، يعني هناك عدد كبير من أقوال أهل العلم اختلفوا في معنى الأحرف السبعة اختلافا شديدا. فبعضهم يقول بأنها لغات 7 من لغات العرب: هلم، تعالى، أقبل، إيتي، وغير ذلك مما يعني ورد. وهناك أيضا من قال يعني هناك أقوال كثيرة كما قلت لكم جمعها الإمام السيوطي وجمعها يعني غيره. ولعل هذا الاختيار وهذا التعريف هو الأولى، وهو الذي لن تجد عليه إشكالات إن شاء الله، بأن يقال أنها وجوه قرائية منزلة متغايرة، أقصى حد يمكن أن تبلغه هو 7 أوجه في الكلمة القرآنية الواحدة. وجوه متغايرة، وجوه قرائية، إذن هذا يفهم من قول الرسول أقرأني، إذن هي قراءة، الرسول كان جبريل يقرئها كذا، وهذا من عند الله عز وجل، وجوه قرائية. وكلمة أقرأني والإذن في القراءة
واقرأوا ما شئتم وكلها كافية شافية، تؤكد أنها تتعلق بالقراءة والأداء. يبقى وجوه قرائية منزلة من عند الله متغايرة، هناك تغاير بينها. أقصى حد يمكن أن تبلغه هو 7 أوجه في الكلمة القرآنية الواحدة، وليست كل كلمة قرآنية فيها هذه الأوجه، وإنما هذا لكلمات قليلة في القرآن. أقول مثل ماذا؟ مثل الإدغام والإظهار. يعني هل تقرأ بالإدغام والإظهار؟ هذه الأحرف 7 أحبتي في الله إنما نزلت تيسيرا على العرب، لأن لغات العرب أو قل إن شئت لهجات العرب في نطقهم للغة العربية مختلفة، فمنهم من يقرأ بالإدغام، ومنهم من يقرأ بالإظهار، ومنهم من يقرأ بالمد، ومنهم من يقرأ بالقصر، ومنهم من يقرأ بالفتح، وهناك الإمالة. هذه كلها مصطلحات تتعلق بعلم القراءات. وهناك من يحقق الهمز، هناك من يحقق الهمز، وهناك من يسهله، وهناك من يبدل. كل هذه لهجات من لهجات العرب. فلو نزل القرآن الكريم بلهجة أو بلغة قريش وحدها وهي الأفصح، وقد نزل في البداية هكذا، لكن لما بدأ بعض العرب يدخلون من قبائل أخرى غير قريش ولهم طرق في النطق وفي اللفظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يشق عليهم، فاستزاد جبريل فزاده الله عز وجل، لأن الأمر من عند الله عز وجل، الأمر من عند الله عز وجل، وإنما جبريل ينفذ أمر الله عز وجل. فاستزاد جبريل أي أن يطلب من الله، فأنزل الله عز وجل حرفا ثانيا إلى أن بلغ 7 أحرف في مجموعها تناسب كل العرب، كل العرب، وكلها صحيحة بفضل الله. الإبدال بين الحروف، يعني مثلا الصراط، بعض العرب يقرؤون بالصاء، وبعض العرب يقرؤون بالسين الصراط، وبعض العرب يقرؤون بالإشمام بالخلط بين الصاد والزاي، صاد هذه الصاد مجهورة فتخرج كالزاي، يبقى الصراط كالظاء المصرية التي لا نخرج فيها لساننا، نقول الظلام الظلم هكذا نقرأها، أو هكذا عفوا نلفظها في مصر. أما في القرآن لا، فالكل يقرأها قراءة صحيحة ونقرأها من مخرجها. هذا يعني كما قال الشيخ عبد الفتاح، قصار القول في الصاد المشمة زايا أن تقرأ كالظاء في غير القرآن، يعني الظاء اللي احنا بننطقها في اللهجة المصرية، الظلم الظلام هكذا، فنقول مثلا ايه الزراط. وأوجه الإعراب، هناك أوجه للإعراب أيضا، والتذكير والتأنيث قد تقرأ بالياء أو بالتاء، وأيضا الإفراد والجمع وغير ذلك من الايه من أوجه الاختلاف بين العرب، هذه كلها أوجه. إذن هي هذه فكرة الأحرف 7، هي وجوه قرائية منزلة متغايرة، أقصى حد يمكن أن تبلغه هو 7 أوجه في الكلمة القرآنية الواحدة. لا شك أن بعضها كان بكلمات مختلفة، وهذا ورد عن بعض الصحابة، وهذا رأي قوي موجود ومن أقوى الآراء، وهو أن مثل تعالى هلما أقبل إيتي وغير ذلك من الكلمات التي يمكن أن فسعوا فامضوا. هناك بعض الكلمات يعني معانيها متقاربة، تقارب ترادف لغوي، هناك ترادف لغوي. فأقول أيها الأحبة في الله، إلا أن كثيرا منها نسخ، كثيرا من هذه الأحرف نسخ، وسيأتي هذا. عندنا يعني مثالان على تعدد أوجه القراءات في الكلمة الواحدة. كلمة أرجه في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، قرأت هذه الكلمة ب6 أوجه قرائية. عندنا أرجه بالإسكان وهي كما نقرأ لقراءة الإمام عاصم، وعندنا أرجه بدون صلة، يعني الهاء مكسورة وبدون همز، والهاء مكسورة وبدون صلة، أرجه وأخاه، وعندنا مع الصلة أرجه وأخاه. بالنسبة للهمز، في أرجئه همز مع الهاء أرجئه وبدون صلة، وفي مع الصلة أرجئه وأخاه، وفي أرجئه بدون صلة أرجئه. الخلاصة هي أرجئه تمام. هذه كده، وهذه وردت عن العرب، بعض العرب يقرؤون بالهمز، بعض العرب لا يقرؤون بالهمز، بعض العرب يقرؤوا بالصلة، بعض العرب لا يقرؤوا بالصلة. هذه كلها أوجه. كلمة هيتا
في قوله تعالى وقالت هيت لك. بعض العرب يقرأها هيت، بعضهم هيت، بعضهم هيت، بعضهم هئت. هذه أوجه من أوجه الأحرف السبعة، وهذه بقيت جمعتها القراءات، بقيت في القراءات. هناك لا شك أوجه أخرى، أوجه أخرى نسخت في العرضة الأخيرة، نسخت في العرضة الأخيرة حيث تعودت يعني ألسن العرب على نطق القرآن الكريم، واستقر الأمر بفضل الله عز وجل، وحققت الأحرف السبعة ما أراده الله عز وجل من التيسير على العرب في القراءة. هل اشتملت المصاحف العثمانية الستة على الأحرف السبعة؟ الجواب اشتملت على ما بقي منها ولم ينسخ، اشتملت على أكثر ما بقي من الأحرف السبعة ولم ينسخ. هناك وجوه قرائية كثيرة موجودة من الأحرف السبعة اشتملت عليها المصاحف العثمانية، لا وبعضها نسخ، فالمصاحف في مجموعها ليس مصحف واحد، في مجموعها اشتملت على أغلب الأحرف السبعة، وإلا فما نسخ منها فلم يثبت. ما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع؟ نظرا لأن هناك ما يسمى بالقراءات السبع، وأول من سبع السبعة هو ابن مجاهد رحمه الله، حيث جمع سبع قراءات مرضية عن سبعة أئمة من أئمة القراءات. هذه القراءات يعني تلقتها الأمة بالقبول، هو أول من جمع هذه السبعة، لذلك البعض يخلط بين الأحرف السبعة والقراءات السبع. القراءات السبع هي جزء من الأحرف السبعة، القراءات السبع هي اختيارات لسبعة أئمة جمعهم ابن مجاهد رحمه الله، وجاء بعده أبو عمرو الداني فعل مثل ما فعل، وجاء بعده الإمام الشاطبي رحمه الله فنظم ما فعله أبو عمرو الداني في كتابه التيسير. وبعض الأئمة وجد أن هناك ثلاثة أئمة آخرين قراءتهم متواترة ولها نفس الشروط متواترة، وهذه هي القراءات الثلاثة المتممة للسبع، فصارت هذه القراءات عشر. إذن القراءات السبع هي قراءات الأئمة السبعة المعروفين التي نظمهم الإمام الشاطبي رحمهم الله، رحمه الله ورحم الله هؤلاء البدور في الشاطبية أو في حرز الأماني ووجه التهاني. يبقى حتى لا نخلط بين الأحرف السبعة، هي أوجه قرائية متغايرة أنزلها الله عز وجل تيسيرا. القراءات السبع اختيارات، اختيارات للأئمة السبعة المعروفين، وهم الإمام نافع والإمام عبد الله بن كثير المكي، وعندنا الإمام الثالث هو أبو عمرو البصري، وعندنا عبد الله بن عامر، ثم الإمام عاصم، ثم الكسائي، وأخيرا حمزة. هؤلاء القراء السبعة، وسيأتي تفصيل لهم بإذن الله تعالى. ولكن العلماء وجدوا أن هناك ثلاث قراءات أخرى لها نفس شروط القراءات السبع، وهي قراءة الإمام أبي جعفر، وقراءة الإمام يعقوب الحضرمي، وقراءة الإمام خلف العاشر، وهو يروي عن الإمام حمزة كراوي ولكنه قارئ مستقل من ضمن العشرة. إذن دي القراءات العشرة، هذه تسمى القراءات العشر الصغرى، وهناك بقى القراءات العشر الكبرى التي جمعها الإمام العلم ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر وفي كتاب النشر. إذن أرجو أن تكون فكرة الأحرف السبعة والقراءات السبع الآن اتضحت بالنسبة لكم. لما نأتي إلى ما الحكمة من رخصة الأحرف السبعة، قد قلتها قبل قليل، التيسير على الأمة، بيان إعجاز القرآن الكريم وبيان سعة معانيه. يبقى بيان إعجاز القرآن الكريم وسعة معانيه، لأن هذه القراءات فيها من الإعجاز وفيها من سعة المعاني. لقد أنزل الله عز وجل القراءات، أو أنزل الله عز وجل الأحرف السبعة تيسيرا على الأمة، تيسيرا على الأمة. بالنسبة للسؤال الذي جاءني، الفرق بين القراءات العشر الصغرى والكبرى، العشر الصغرى هي السبعة التي نظمها الإمام الشاطبي رحمه الله، مضافا إلى الثلاثة الأخرى التي نظمها الإمام ابن الجزري في الدرة المضية. فإن قرأت بمضمون الشاطبية ومضمون كتاب أو منظومة الدرة المضية، فهذه لقلة طرقها تسمى الصغرى. أما إن قرأت
هذه القراءات من منظومة الطيبة، فإنها هذه هي العشر الكبرى لكثرة طرقها، لأن الإمام ابن الجزري جمع كل واردة وشاردة وكل الطرق، وقل الإيه وقل الطرق، أو قل إن شئت حتى لا نقول التعميم، أغلب طرق القراءات ضمنها وجعلها في الإيه في الطيبة، هذه المنظومة العظيمة التي تزيد عن 1000 بيت. إذن دي العشرة الإيه الكبرى، يبقى اللي معاه العشر الصغرى، لكن معاه العشر الصغرى يبقى قرأ سبع قراءات في الشاطبية والثلاثة من الدرة المضية التي جمع فيها 3 قراءات المتممة للعشرة، دي صغرى لقلة الطرق فيها. الكبرى هي أن تقرأ من طيبة النشر لكثرة طرقها وتشعبها. عندما نأتي أيها الأحبة في الله إلى ما أبرز الكتب التي تناولت روايات حديث الأحرف السبعة، عندنا كتاب الأحرف السبعة للإمام أبي عمرو الداني، ونزول القرآن على 7 أحرف للشيخ مناع القطان رحمه الله، والأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها للدكتور حسن ضياء الدين عتر، وعندنا كذلك حديث الأحرف السبعة دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء في معناه وصلته بالقراءات القرآنية، تأليف الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري رحمه الله. وحبذا أن تقرأوا كتابا من هذه الكتب المباركة لتزدادوا يعني فهما لما ورد من خلاف بين العلماء، وقد ذكرت لكم الخلاصة. علم القراءات هذا العلم المبارك، والذي يقصد به علم بكيفية أداء الكلمات القرآنية واختلافها معزوا لناقله، يبقى هو العلم بكيفية أداء الكلمات القرآنية، كيف تؤدى هذه الكلمات واختلاف الأداء في كل فيها معزوا لناقله. وليس كل كلمة قرآنية يا إخواني وكل آية فيها خلاف، هناك آيات متفق عليها وهناك كلمات كثيرة متفق عليها، وما اختلفوا فيه هي أوجه للقراءة فقط، أوجه للقراءة. يتناول هذا العلم المبارك كلمات القرآن من حيث النطق بها وكيفية قراءتها على اختلاف في ذلك بين مد وقصر وإدغام وفك وفتح وإمالة وتسهيل وتحقيق إلى غير ذلك من أصول القراءة، إضافة إلى الفرش. إذن هذا مفهوم علم القراءات، وموضوعه النطق بالكلمات القرآنية، وكيف اختلف القراء العشرة ورواتهم في أدائها. ما مصدر القراءات وما علاقتها بالأحرف السبعة؟ القراءات هي جملة ما بقي من الأحرف السبعة، والأحرف السبعة كما قلت لكم هي أوجه قرائية متغايرة نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، لا تزيد عن 7 أوجه في الكلمة الواحدة، مصدرها الوحي، والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. يبقى القراءات جملة ما بقي من الأحرف السبعة، يبقى أيهما أوسع؟ يبقى الأحرف السبعة أوسع، لأن هناك ما نسخ منها. القراءات اختيارات قراء، هؤلاء القراء تلقى قراءاتهم الأمة بالقبول، واتفقوا وأجمعوا على أنها قراءات متواترة. هل كان هناك غيرهم؟ نعم كان هناك غيرهم، ولكن لم يأخذوا هذه القراءات، وإنما أخذوا هؤلاء العشرة، لأنها التي كلها فيها إيه؟ اتفاق على التواتر. وأما غيرها فبعضها فيه ليس متواتر، وسأذكر لكم القراءات الشاذة اليوم ونماذج منها، ومنهم القراء اللي قراءتهم شاذة. ما تاريخ القراءات؟ عندنا أيها الأحبة 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التلقي والمشافهة، كان هذا تلقى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى التابعون من الصحابة، وبدأ في التابعين آخر عهد التابعين وأتباع التابعين بدأ مرحلة الاختيار. كان الإمام من هؤلاء الأئمة كان يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، ثم يختار طريقة للأداء عرف بها، عرف الإمام نافع بهذه القراءة، حتى يقولون قراءة الإمام نافع، هكذا يقرأ نافع.
إن سمعت الإمام عبد الله أو سمعت الإمام عبد الله بن كثير هكذا يقرأ ابن كثير، هكذا يقرأ أبو عمرو، هكذا يقرأ ابن عامر، هكذا طريقة واختيار. هو اختار من جملة ما تلقى قراءة معينة فعرف بها ولكنها متواترة، ثم مرحلة تحديد القراءات وتدوينها، وهذه بعد مرحلة الاختيار، حيث جاء بعض العلماء، ولعل أول من فعل هذا هو ابن مجاهد رحمه الله، حيث جمع 7 قراءات وهو أول من سبع 7، وقال هذه قراءات المتواترة، ثم استدرك عليه العلماء 3 قراءات أخرى جاءت على شرط وتحقق فيها التواتر. من القراء العشرة ومن رواتهم؟ أيها الأحبة في الله، القراء العشرة ورواتهم، يعني لا يفوتنا أن نذكر في البداية ما قاله البحر العلم الإمام الفذ الشاطبي رحمه الله، حيث يعني سماهم بدورا، قال: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري، فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، فأصبح بالعذب الفرات معللا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا، وأما دمشق الشام دار ابن عامر، فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه، لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. ثم قال رحمه الله: وبالكوفة الغراء منهم 3 أذاعوا، فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه، فشعبة راويه المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا، وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا، روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. يا أحبتي، هؤلاء 10 قراء، لكل واحد منهم رجلان أو راويان، يبقى كم يكون المجموع؟ 30. عندك 10 قراء وعشرون راويا، فنافع روى عنه قالون وورش، وابن كثير روى عنه البزي وقنبل، وأبو عمرو روى عنه الدوري والسوسي، وابن عامر روى عنه هشام وابن ذكوان، وعاصم روى عنه شعبة وحفص، وحمزة روى عنه خلف وخلاد، والكسائي روى عنه الليث والدوري وأبو جعفر، كده لحد الكسائي دول 7، تمام 7. أبو جعفر رحمه الله وهو شيخ الإمام نافع، روى عنه ابن وردان وابن جماز ويعقوب، روى عنه رويس وروح، وخلف روى عنه إسحاق وإدريس، دول القراء العشرة ورواتهم. ما الفرق بين القراءات المتواترة الصحيحة والشاذة؟ القراءات المتواترة توافر فيها 3 شروط. الشرط الأول صحة الإسناد وأن يكون متواترا، طبعا احنا نقول قراءات متواترة يبقى خلاص متواترة، يبقى صحة الإسناد، ويشترط كمان التواتر في صحة مع صحة السند أن يكون متواترا، وهو أن يأخذه عن شيخ متقن اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني موافقة رسم المصحف العثماني، ولو احتمالا، يعني لو احتمالا، يعني ما مثلا نزيد يعني ألفا نحذف ألفا، التاء تبقى ياء أو تبقى نون، فتبينوا فتثبتوا وغير ذلك، احتمالا يعني الرسم يمكن أن يحتمل هذا، وما لا يحتمله الرسم يكون في مصحف آخر من المصاحف العثمانية 6. موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، لو مرجوح حتى، المهم أن يوافق اللغة العربية وألا يخالفها. إذا لم يتوفر شرط صحة الإسناد أو التواتر، ولا موافقة رسم المصحف،
ولا موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، هذه تسمى قراءة شاذة، ويستفاد من هذه القراءات الشاذة في التفسير. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في الطيبة: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه ولو أنه في السبعة، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. أصحاب القراءات الشاذة وأمثلة عليها، هناك أكثر من عالم له اختيارات مثل أصحاب القراءات المتواترة، قراء العشرة، لكن هؤلاء القراء عندهم في بعض ما اختاروه هناك شذوذ، حيث إنهم هذه القراءات لم غير متواترة، ممكن تكون صحيحة لكنها نسخت، أو قراءات تفسيرية يعني جاءت للتفسير كما سأذكر الآن. فبعضهم أخذ من قراءات نسخت في العرض الأخيرة، إذن هي غير متواترة. الحسن البصري رحمه الله، أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، إمام أهل زمان علما وعملا وفصاحة ونبلا، توفي 110، له اختيارات، كم من يعني رجل عالم صالح رحمه الله. ابن محيصن، وهو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهم المكي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، كان عايش مع ابن كثير وهو ثبت ثقة، والإمام مسلم روى عنه، لكن له اختيارات معينة خالفت الذين كان يعيش بينهم، فتركوا قراءته وأقبلوا على قراءة أو على اختيارات ابن كثير، لأنه خالف، كان يختار بعض الأشياء تخالف، إذن هو عنده بعض الأشياء غير متواترة. الأعمش، أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكوفي، إمام جليل رحمه الله، إمام في الحديث، كان له خيارات في القراءة، توفي 148. ويحيى اليزيدي، أبو محمد يحيى بن المبارك البصري، إمام نحوي مقرئ، توفي 202 هجرية. وابن شنبوذ رحمه الله أيضا له قراءة، له يعني خيارات، لكن كل هؤلاء يعني دون ما دون كل ما دون العشرة تسمى قراءة شاذة. من هذه القراءات الشاذة يا إخواني قرأ أبي ابن كعب رحمه الله: فإما تأتينكم رسل منكم، بدل يأتينكم قرأ تأتينكم بالتاء، لا، وهي بالمناسبة صحيحة لغويا لكنها غير متواترة، مشكلتها أنها غير متواترة، وقد تكون مما نسخ، لأن رسل جمع تكسير، فيمكن أن يؤنث الفعل وأن يذكر، لا بأس بالتذكير والتأنيث، ويوافق اللغة العربية ويوافق الرسم بالمناسبة، يعني الرسم، لأن الرسم كما نعلم لم يكن هناك نقاط ولا همزة ولا حركات، هذا الرسم الأول. لكن مشكلة هذه القراءة وشذوذها أنها غير متواترة، ولذلك هل يقرأ بها؟ اختلف العلماء في القراءة بالقراءات الشاذة، لا يقرأ بها في الصلاة بالإجماع. طب يقرأ بها في غير الصلاة؟ بعض العلماء جوز القراءة في غير الايه، في غير الصلاة، ده بالنسبة للقراءة. والأولى الاقتصار على القراءات المتواترة. هل يستفاد منها؟ نعم يستفاد منها في التفسير، في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، قرأ مسروق ابن الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه فامضوا، وهي غير متواترة ومخالفة للرسم، يبقى مشكلتها وشذوذها في عدم التواتر والمخالفة للرسم، لأن فاسعوا غير فامضوا في الرسم، لكن المعنى واحد، إذن هي قراءة تفسيرية، يبقى فاسعوا أي امضوا. في قوله تعالى: وما خلق الذكر والأنثى، هذه الآية كان أول ما نزلت كما كان يقرأ ابن مسعود: والذكري والأنثى بالقسم، هذه غير متواترة، هي قراءة صحيحة لكنها نسخت، يبقى إذن نسخت فهي غير متواترة وغير موافقة للرسم. في قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، رزقكم شكركم، وهذه قراءة تفسيرية أيضا، هذه القراءة مشكلتها في عدم التواتر وفي مخالفة الرسم. في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، في بعض القراءات الشاذة سفينة صالحة، وهنا يعني كلمة صالحة هي نعت لسفينة، وحذف النعت لدلالة السياق عليه، لأنه لا يمكن أن يأخذ
سفينة غير صالحة، بدليل أنه خرقها. لو كان يعرف أنه سيأخذ المعيبة ما خرقها ليعيبها، وإنما المعنى واضح، كل سفينة صالحة، ولذلك قرئت صالحة بزيادة هذه الكلمة للبيان والتوضيح. إذن هذه قراءة شاذة، هذه أمثلة يا أحبتي على القراءات الشاذة. ما أبرز كتب القراءات؟ عندنا كتاب السبعة لابن مجاهد المتوفى 245، والتيسير لأبي عمرو الداني المتوفى 444، والشاطبية للبحر العلم الإمام الشاطبي رحمه الله المتوفى 590 هجرية. أبرز شروح الشاطبية عندنا كتاب فتح الوصيد لتلميذه السخاوي، علم الدين السخاوي، وكنز المعاني في شرح حرز الأماني، هذا الشرح أيها الأحبة لشعلة، وإبراز المعاني من حرز الأماني، هذا الشرح لأبي شامة الدمشقي المتوفى 665. وعندنا الوافي كتاب يعني معاصر للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. من أبرز كتب القراءات أيضا تحبير التيسير في القراءات العشر للإمام ابن الجزري، ومنظومة طيبة النشر لابن الجزري، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري. وزدت لكم الليلة معجم القراءات القرآنية لأستاذي الأستاذ أحمد مختار عمر، وللدكتور عبد العال سالم، أسأل الله أن يرحمهم. هذا المعجم أيضا معجم طيب، وهناك طبعا الدرة المضية. أبرز الكتب التي تناولت بيان حجج القراءات، ما قرأتها لكم قبل ذلك، موضوع حجج القراءات وبيان سبب كل قراءة، هذا موضوع مهم يا إخواني تحتاجون إليه. من الكتب الجميلة كتاب الحجة للقراء السبعة، هذا الكتاب لابن خلويه، الكتاب ده جميل يعني يريد يعني تقرأوا فيه بارك الله فيكم. وكتاب الكشف عن القراءات السبع، هذا لأبي طالب أو لمكي ابن أبي طالب القيسي، مكي ده مشهور جدا، مكي ابن أبي طالب عالم كبير، فهذا الكتاب جميل. وعندنا كتاب المحتسب في بيان وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ده لابن جنين، الكتاب ده جميل في القراءات الشاذة، وأيضا القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. أنا جبت لكم كتابين هما في القراءات المتواترة، وكتابين في القراءات الشاذة وتوجيهها. وعندنا هذه الموسوعة الجميلة توجيه القراءات العشر في القرآن أو بالقرآن من خلال كتب التوجيه تأصيلا وجمعا. طبعا هذا يعني هذه دراسات علمية صدرت عن جامعة الملك عبد العزيز، أسأل الله أن يبارك في هذه الجهود. ما فوائد تعدد القراءات؟ هل لذلك فوائد؟ بالطبع نعم، التخفيف على الناس بالقراءة بالوجه المتيسر لهم، وهذا تبع لرخصة الأحرف السبعة، إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون أوقاتهم في دراسة القراءات وإحكام أوجهها وتتبع معانيها واستنباط الحكم والأحكام من دلالات ألفاظها، إظهار بلاغة القرآن وكمال إعجازه وغاية اختصاره، إذ كل قراءة بمنزلة الآية، هذا من القواعد التفسير وأصول التفسير، القراءة بمنزلة الآية، لكن ليست كل قراءة، يعني مثلا إيه بضنين هذه كل قراءة بمنزلة آية، أما القراءات التي تتعلق بالنطق فقط سكرت فليتبينوا فليتثبتوا أو فتبينوا فتثبتوا، وهناك أي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه القراءات، هذه كل قراءة بمنزلة آية، وليس كل القراءات على الإطلاق، وإنما أيها الأحبة في الله هناك القراءات التي تتعلق بالنطق، المد والإدغام وعدم الإدغام والإمالة والفات، هذه لا تؤثر على المعاني، يعني أغلب القراءات لا يؤثر على المعاني، وإنما القراءة اللي هي بمنزلة الآية التي بيكون بتأثر على المعنى. الاستفادة منها في التفسير بتبيين المجمل أو تعدد المعاني، وأنا يعني ذكرت لكم أمثلة لهذا، وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم وأرجلكم، يبقى وأرجلكم تفيد الغسل وأرجلكم يبقى جواز المسح، ودي بتبين حكم ودي بتبين حكم. يبقى بنبدأ وأرجلكم بتبين الغسل، وأرجلكم عطف على المسح يبقى جواز الايه المسح. مثلا ايه حتى يطهرن، حتى يطهرن تفيد ان انه لا يجوز الجماع الا اذا تطهرت وليس بانقطاع الدم، كما افادت قرات ايه يطهرن، لا بل يطهرن اي يغتسلن، ينقطع الدم وتغتسل المراه هنا تحل، بغير قبل ذلك لا لا تحل. ما القراء ستصير طهر لكن لا تحل الرجل حتى تغتسل، وهذا من عظمة الإسلام. ما القراءات المشهورة في العصر الحاضر هي هذه القراءات، قراءة الإمام نافع المدني براويه قالون وورش وذلك في بلاد المغرب العربي ما زال موجود إلى اليوم، قراءة الإمام أبي عمرو البصري براويه أو برواية الدوري وذلك في السودان وبعض الدول الإفريقية، وعندنا قراءة الإمام عاصم الكوفي برواية حفص وذلك في أغلب البلاد المشرقية وجميع الدول الإسلامية. أيها الأحبة في الله، هذا أنموذج على القراءات العشر. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، 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 يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، 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 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلقتحم العقبة، فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، وما أدريك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة، وما أدريك ما العقبة، وما أدريك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة، وما أدريك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، أو أطعم في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة،
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لننتقل الآن إلى علم التجويد، أشهر علوم قراءة القرآن على الإطلاق، وهذا يؤكد إقبال المسلمين على كتاب ربهم تبارك وتعالى. ويعني إن كنا نطمع ونرغب أن يقبلوا عليه فهما وعملا مثل ما أقبلنا عليه قراءة، ولكن لا شك أن هذا بركة، فالحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل. علم التجويد هو العلم الذي يعرف به إعطاء الحروف حقها ومستحقها من المخارج والصفات. موضوع علم التجويد، يدرس علم التجويد ثلاثة موضوعات: أولا مخارج الحروف وصفاتها، ثانيا الأحكام الناشئة عن تجاور الحروف من الترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار، ومن ذلك أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة وأحكام المد. التجاور ينتج عنه أحكام، يعني أحكام النون الساكنة والتنوين بسبب التجاور، والميم الساكنة كذلك، والمد الفرعي بسبب مجيء الهمزة ومجيء السكون بعد حرف المد، ولولا مجيئهما لم يكن هناك إيه؟ لم يكن هناك هذه الأحكام أو أحكام المد الفرعي. ومن التجاور الذي ينتج عنه الإدغام أو الإظهار، ولكن هناك تجاور، هذا التجاور يؤدي للحن والخطأ، فعلى القارئ أن ينتبه. الموضوع الثالث هو أحكام الوقف والابتداء. ما الغاية من علم التجويد؟ صون اللسان من الخطأ في تلاوة القرآن، واجتناب اللحن الجلي والخفي. هذا هو فضل علم التجويد، الغاية، الثمرة من علم التجويد، أن تصون لسانك عن اللحن وأن تقرأ القرآن كما أنزله الله عز وجل. ما حكم التجويد؟ حكم التجويد من ناحية القراءة التطبيقية العملية، تقرأ القرآن الكريم، اقرأه كما أنزله الله عز وجل، وده كما يرى جمهور العلماء أنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وأن أقوى دليل على أنه فرض عين هو التواتر العملي، حيث وصل إلينا القرآن الكريم بهذه الكيفية، ولذلك لا ينبغي أن نخالفها. الإجماع، إجماع الأمة أن القرآن يقرأ بهذه الطريقة. هذا الكلام ذكره الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى الدليل على أن أقوى دليل على أن قراءة القرآن الكريم بالتجويد فرض عين
هو إجماع الأمة على طريقة معينة لقراءة القرآن الكريم تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقتها الأجيال بعضها عن بعض إلى هذا اليوم. فلا نشك أن ما يقرأ به المتقنون من أهل زماننا، ولا نحصرهم في واحد، هم عدد كبير من كل المشايخ اللهم بارك من المقرئين والقارئين، هكذا كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تحصر فلان، يعني فقط الشيخ الحصري، وإن كان من أضبط القراء رحمه الله، رحم الله الشيخ الحصري رحمه الله. هذا العنقود المبارك، وكلمة العنقود، كان أبو الشيخ الحصري، كان الشيخ خليل كان بيشتغل في الحصر، والحصر دي معروفة عند أهل مصر من زمن، يعني نحو كده 70-80 سنة إلى 100 سنة، وأنا أدركتها. كان في نبات معين، كان النبات دون يزرع في وقت الأرز ويؤخذ ويوضع في الشمس ثم يصنع منه الحصير، وفي آلات وكده، أنا أدركت هذا ورأيت بعض الذين يفعلون هذا، ولكن انتهى لما طلعت الايه الحصر البلاستيك، ثم بعد ذلك السجاد، ولم يعد أحد يلتفت إليه. المهم الشيخ الحصري كان ما يسمع بزاوية أو مسجد يحتاج إلى فرش إلا ويصنع له حصير ويحطه. وفي يوم رأى رؤيا أن معه عنقود من العنب، وأنه يوزع على الناس، والعنقود لا ينتهي، الكل يأخذ منه ويأخذ ويأخذ، والعنقود لا ينتهي. قص الشيخ الحصري رحمه الله هذه الرؤيا على أحد مشايخ الأزهر، فقال له: يا شيخ خليل عندك ابن؟ قال له: عندي محمود. قال: يا شيخ خليل، ودي دخل ابنك الأزهر وعلمه القرآن. فكان الشيخ محمود ابن الشيخ خليل الحصري هو عنقود العنب المبارك. كبر يعني الشيخ محمود وأبدى نبوغا كبيرا جدا رحمه الله، وتعلم القراءات وله جهود مباركة. يبقى إذن لما حد يسألك يقول لك: يا عم إيه الدليل؟ قل له: إجماع الأمة على أن القرآن لا يقرأ إلا بهذه الطريقة. إيتيني أنت بالدليل على العكس. مفيش دليل على العكس، مفيش دليل على أن حد من الصحابة أو من التابعين كان بيقرأ القرآن بغير تجويد. ولذلك ابن الجزري رحمه الله قال إيه: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ليه يا ابن الجزري؟ كلام ده كلام كبير. قال لك: بس اصبر، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. ابن الجزري يشرح هذا الكلام ويقول: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقى من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها، والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح، وعدل إلى غيره استغناء بنفسه واستبدادا برأيه، واتكالا على ما ألف من حفظه، واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب. إذن الآثم والذي يأخذ وذرا هو المقصر، والذي يمكنه أن يتعلم والأمر يسير. ثم قال: أما من كان لا يطاوعه لسانه، أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يبقى الأمر واضح. الأمر إيه؟ الأمر واضح. ما الفرق بين علم التجويد وعلم القراءات؟ هناك فروق ثلاثة. الأول، كان علم التجويد ابتداء قبل أن يستقل جزءا من علم القراءات، حيث إن علم القراءات ينقسم إلى قسمين: الأصول والفرش. وعلم التجويد في كثير من مباحثه ومسائله يعتبر من الإيه؟ من الأصول التي بحثها القراء. الثاني، علم التجويد يعنى بحقائق نطق الحروف وقواعدها من خلال معرفة مخارجها وصفاتها وما يتبع ذلك من أحكام، بصرف النظر عن اختلاف القراء ونسبته إليهم. يبقى كيف تقرأ القرآن الكريم بصرف النظر يعني هذه قراءة من أو من؟ بينما علم القراءات يعنى بضبط وجوه النطق بألفاظ القرآن ومعرفة اختلاف الروايات مع نسبة ذلك إلى رواتها. ده فرق جوهري. يبقى في البداية علم التجويد كان جزء من القراءات ثم استقل. علم التجويد يعنى بحقائق نطق الحروف وقواعدها من خلال معرفة مخارجها وصفتها وما يتبع ذلك من أحكام، والوقف والابتداء
بصرف النظر عن نسبة ذلك إلى قارئ معين، أما علم القراءات فبيضبط لك وجوه النطق بألفاظ القرآن ومعرفة اختلاف الروايات مع نسبة كل رواية إلى إيه؟ إلى صاحبها وإلى راويها. الثالث، أحكام التجويد في معظمها موضع اتفاق بين أهل الأداء بخلاف علم القراءات، ومن هنا وصفوا كتب التجويد بأنها كتب دراية واتفاق، بينما كتب القراءات كتب رواية واختلاف. يعني لازم في رواية، إيه الدليل؟ من قرأ كذا؟ مش من دماغك، لازم في دليل ويكون بالتواتر. أحبتي في الله، كيف نشأ علم التجويد؟ عندنا هذه المراحل. المرحلة الأولى مرحلة التلقي الشفهي، ودي في أغلب العلوم. تلقى النبي من جبريل، وتلقى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى التابعون من الصحابة إلى أن وصل إلينا. عندنا مرحلة التدوين ضمنا في كتب اللغة والقراءة. عندنا الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه رحمه الله. عندنا المرحلة الثالثة، مرحلة بروز علم التجويد كفن مستقل مع مطلع القرن الرابع. بدأ بقى كل مؤلفات أول ما ورد إلينا كما يذكر العلماء، ولعل في كلمة لعل أفضل حتى لا نحكم بالأولية المطلقة، فقد يجد العلماء منظومات أو مخطوطات تسبق منظومة الإيه؟ أبي مزاحم الخاقاني. نقول الآن لعل أول ما ألف في علم التجويد كعلم مستقل قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني المعروفة في الإيه؟ بالرائية، المعروفة بالرائية. وعندنا كتاب الرعاية، هذا الكتاب العظيم لمكي بن أبي طالب. وعندنا التحديد في الإتقان والتجويد، هذا الكتاب للداني الإمام الداني رحمه الله. أيها الأحبة في الله، ما أبرز المصنفات القديمة في علم التجويد؟ عندك الرعاية والتحديد، وعندك التمهيد للإمام ابن الجزري. التمهيد دون ابن الجزري ألفه كان عنده 18 سنة، ولذلك هذا الكتاب كان في بعض الأخطاء اليسيرة التي تداركها رحمه الله بعد ذلك. ما أبرز المصنفات المعاصرة في علم التجويد؟ عندنا كتاب أحكام قراءة القرآن للشيخ الحصري رحمه الله عنقود العنب المبارك، وعندنا هداية القاري لتجويد كلام الباري للمرصفي رحمه الله، وفن الترتيل للشيخ أحمد الطويل، وتيسير الرحمن في تجويد القرآن للدكتورة سعاد بنت عبد الحميد، وبغية عباد الرحمن للشيخ محمد بن شحادة الغول. هذه من أفضل الكتب وأضبط الكتب، كتب الصراحة أصحابها مجتهدون، وأغلب من جاء بعدهم ينقل عنهم. ما أبرز المنظومات القديمة في علم التجويد؟ عندنا رائية أبي مزاحم الخاقاني، والمقدمة الجزرية، والمفيد في التجويد للإمام الطيبي، وتحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري. ما أبرز المنظومات المعاصرة في علم التجويد؟ دونك السلسبيل الشافي للشيخ عثمان بن سليمان مراد، ولآلي البيان في تجويد القرآن للشيخ السمنودي، والتحفة السمنودية في تجويد الكلمات القرآنية له أيضا. أحبتي في الله، عندما نأتي إلى هذا العلم المبارك، علم الوقف والابتداء، ما مفهوم علم الوقف والابتداء؟ عندنا تعريفان للوقف والابتداء. الأول، معرفة كيفية الوقوف في القراءة وكيفية الابتداء. يعني كلمة مثلا استهزئة، كيف تبدأ بها وكيف تقف عليها مثلا، وهذا متعلق بكيفية الأداء والقراءة ومحله كتب علم التجويد والقراءات، كيف تبدأ بالكلمة هذه وكيف تقف. وعندنا تعريف آخر، وهو معرفة ما يوقف عليه وما يبدأ به، وهو متعلق بالمعاني، وهذا هو المقصود بهذا العلم إذا أفرد بالتصنيف. إذن لو قلت لك ما المقصود بعلم الوقف والابتداء، تقول هو العلم الذي يعرف به القارئ المواضع التي يصلح الوقوف عليها أو لا يصلح، والمواضع التي يصلح الابتداء بها أو لا يصلح. أهم مصطلحات علم الوقف والابتداء أربعة: القطع والسكت والوقف والابتداء. دعونا نعرفكم بها سريعا أو نراجع، أن هذا درس مراجعة. القطع لغة فصل الشيء عن أصله، واصطلاحا قطع القراءة رأسا والانتقال لشيء آخر. شروطه أن يكون على رأس آية، نهاية آية، هذه النهاية رأس الآية دي لا تتعلق لفظا أي في الإعراب بما بعدها،
وده الشرط. فإن تعلقت في الإعراب فلا تقطع بل قف وتنفس إن شئت ثم اقرأ حتى تقف تصل لرأس آية لا تتعلق في الإعراب بما بعدها. يعني ما بعدها إن أعربته لا يتعلق بها، يكون كلام مستأنف، استئناف، كلام جديد. السكت لغة التوقف عن الكلام، اسكت، توقف خاص. اصطلاحا قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس، وشروطه ألا يكون إلا فيما جاءت به الرواية، ولم يرد إلا عن حص من طريق الشاطبية، جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون ممراق ومرقدنا ولام بران والباقون لا سكت موصلا. والسكت لمن أراد الوصف، يعني لما يقرأ وقيل من راق سكت ما تنفستش وأقل من زمن الوقف، والباقون يقرؤون وقيل من راق وهكذا. أيها الأحبة في الله، الوقف لغة خلاف الجلوس، قف يعني كنت جالس قف، أو الإمساك والكف، قف عن هذا أو توقف عن هذا يعني أمسك. اصطلاحا قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله تبعا لنوع الإيه؟ لنوع الوقف. شروط أن يكون آخر الكلمة وأن يؤدي معنى صحيحا. الابتداء بدأنا في المشروع يعني شرعنا فيه، بدأنا في الأمر ده شرعنا في هذا الأمر، يبقى الابتداء يعني الشروع. اصطلاحا الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف، لأن الابتداء يا تكون بعد قطع بداية جديدة يا إما أنت وقفت وتنفست وإيه وهتبدأ. شرط أن يكون بعد قطع حسن، والقطع الحسن أن يكون على رأس آية لا تتعلق لفظا أي في الإعراب بما بعدها، أو وقف، هذا الوقف لا يتعلق لفظا أي في الإعراب بما بعده. وطبعا الابتداء الحسن ممكن تبدأ ببداية بعد وقف يتعلق لفظا، لكن التعلق اللفظي يكون خفيف وهذا بيكون فيه تفصيل. ما أهمية علم الوقف والابتداء؟ هذا علم جليل القدر، عظيم النفع. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الدقل، والشاهد وما ينبغي أن يوقف عنده فيها. ثم عاب وقال على الذين يأتون بعد ذلك، قال ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، وإنما على القارئ أن يتعلم مواضع الوقف والابتداء. ولذلك ابن الأنباري رحمه الله قال من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل، فهذا أدل دليل على وجوب تعلمه وتعليمه. ومما ورد في أهمية الوقف والابتداء ما ذكره أبو جعفر النحاس في كتابه القطع والائتناف، قال رحمه الله فقد صار في معرفة الوقف والائتناف التفريق بين المعاني. يبقى التفريق بين المعاني هذا تعرفه من خلال الوقف والابتداء. فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أن يفهم ما يقرأه ويشغل قلبه به ويتفقد القطع والائتناف ويحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة وغيرها، وأن يكون وقفه عند كلام مستقر أو شبيه به، وأن يكون ابتداؤه حسنا ولا يقف على مثل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، وإنما يقف على يسمعون. قال لأن الواقف ها هنا قد أشرك بين المستمعين وبين الموتى، والموتى لا يسمعون ولا يستجيبون، وإنما أخبر عنهم أي أخبر الله عنهم أنهم يبعثون، والموتى إما موتى القلوب وهم الكفار أو موتى القبور. يا أهل القرآن، ما أصل علم الوقف والابتداء وأبرز العلوم لمعرفته؟ أولا هذا العلم
لتعرف أن وقفك هذا هل هو جائز أو غير جائز، هناك أمور. أولا التعلق اللفظي بين الموقوف عليه وما بعده، هل ما بعده يتعلق به في الإعراب أم لا. التعلق المعنوي أي في التفسير، وعندنا القراءات لأن اختلاف القراءات قد يؤدي إلى اختلاف الوقف والابتداء، وعندنا عد الآية قد يكون هذه رأس آية في بعض القراءات وبعض القراءات ليست رأس آية، وقد تناولنا علم القراءات وإيه وعلم عد الآية. وبالمناسبة ما قلت لكم في الشرح التفصيلي للعبد الفقير عماد بن أنور الديب شرح لعلم الوقف والابتداء مفصل في المقدمة الجزرية والسلسبيل الشافي، وهناك سلسلة دروس اسمها هدي الرحمن في وقوف القرآن، فمن أراد الزيادة في هذا العلم الذي فتح الله لي فيه كثيرا وسجلت فيه يعني أكثر من درس فليرجع إلى هذه السلاسل بارك الله فيكم. أيها الأحبة، الأصل في هذا العلم هو التفسير والنظر في اختلاف المفسرين، فإن ذلك يؤدي ولا شك إلى اختلاف مواضع الوقف والابتداء واختلاف تقديرها، وأيضا النحو يؤثر، هذا الأشهر شيئين، لكن التعلق التفسير أقوى من الإعراب، ثم يأتي بعد ذلك لا شك الإعراب. من ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هناك اختلاف في التفسير بين المفسرين في تفسير كلمة التأويل، هل هي حقائق الأمور وما تقول إليه على حقيقتها، هذا لا يعلمه إلا الله ولذلك وقف واجب، وهذا رأي جمهور المفسرين. أم أن التأويل دقائق التفسير، وهذا أي دقائق التفسير يعلمها الراسخون في العلم، وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون المتشابه ويعلمون دقائق الايه دقائق الامور، دقائق التفسير يعني تخفى على يعني على عدد كبير من الناس لكن لا تخفى على الراسخين. لكن غالب معنى التاويل في القران ما يقول اليه الامر على حقيقته، وهذا لا يعلمه الا الله مما يتعلق باسمائه وصفاته وحقائق الامور، هذه لا يعلمها الا الله على وجه الحقيقه. ولذلك من وقف فوقفه هو الأولى لأنه يوافق رأي جمهور المفسرين، ومن وصل فلا بأس، من وصل فلا بأس على رأي من آراء العلماء وهو ثابت. ما أهم مصادر علم الوقف والابتداء؟ عندنا مصادر شفوية وهي التلقي عن المشايخ الأثبات حال القراءة، ولذلك ابن الجزر رحمه الله قال وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم أجمعين، وصح عندنا عن الشعبي وهو من أئمة التابعين علما وفقها ومقتدى يعني يقتدى به أنه قال إذا قرأت قوله تعالى في سورة الرحمن كل من عليها فان فلا تسكت أو لا تقف يعني هنا حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تقرأ هكذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حتى يعني لا توهم أن كل شيء فاني وأن الله يدخل في الفناء عياذا بالله، بل يبقى وجه ربك تبارك وتعالى، والمقصود بالوجه هو الذات عموما، وعبر بالوجه والله أعلم لأن هذا حظنا من الله عز وجل إذ نراه في الجنة، وإنما الذات كلها وكل شيء يتعلق بالله عز وجل باق. عندنا المصدر الثاني المصادر المدونة، ظهرت أحبتي ثلاث طرق لتدوين علم الوقف والابتداء: التدوين الضمني ضمن علم القراءات، والتدوين المستقل، وتحديد الوقوف في المصاحف. لما نأتي للتدوين الضمني في بعض التفاسير وفي بعض كتب علوم القرآن أو بعض كتب القراءات، تفسير الأدفوي متوفى سنة 388 وتفسير المهدوي توفي سنة 440، ودي من كتب علوم القرآن على فكرة، وعندنا التذكرة في القراءات لابن غلبون، وعندنا لطائف الإشارات في فنون القراءات، هذه الكتب للقسطلاني رحمه الله، هذه الكتب كان التدوين فيها ضمني مش مفردة لهذا العلم فقط، فمن أراد أن يجمع يعني شوارد هذا العلم فيمكن أن يعود إلى هذه المراجع. وهذه الفيد هذه المحاضرات، من أراد أن يتبحر في علم منها فيأخذ هذه المراجع. التدوين المستقل ألفت مجموعة كبيرة من الكتب، إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله، هذا ابن الأنباري القطع والائتناف،
هذا للنحاس المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني، ومنار الهدى في بيان الوقف والابتداء هذا للأشموني رحم الله الجميع. تحديد الوقوف في المصاحف يا أحبتي متى ظهر، يعني وضع علامة الوقف هذه التي نراها اليوم متى ظهرت؟ أهم مصادر علم الوقف والابتداء المدونة. وصلنا الآن إلى أو نقول هذه الكتب، يعني حتى لا ننساها، الكتب دي يا أحبتي كتب معاصرة. علل الوقوف ده للسجواندي، السجواندي مش معاصر قوي ومع له قديم السجواندي، لكن الكتاب لم يشر إلى هذا، كتاب الميسر لم يشر إليه، وأنا يعني أحببت أن أخبركم به. الكتب المعاصرة معالم الاهتداء للشيخ الحصري رحمه الله من أفضل الكتب، كتاب جميل جدا وموجز يكفيكم. أضواء البيان للدكتور جمال القرش يحفظه الله، ووقوف القرآن كتاب جميل برضو اقرأوه للدكتور مساعد الطيار. لنأتي الآن إلى مصطلحات العلماء في الوقف والابتداء ومناهجهم، يعني متى ظهرت فكرة مصطلحات الوقف والابتداء وضعها في المصحف. عندنا الاتجاه الأول تحديد مواضع الوقوف دون مراتب، يعني الوقف ده جائز ولا غير جائز. يعني من ذلك النقول الواردة عن كتاب وقوف التمام للإمام نافع ابن أبي نعيم المدني، وعندنا كذلك ما نقل عن يعقوب الحضرمي، وعندنا الأشهر بقى اللي هي وقف إيه؟ وقف محمد الهبطي رحمه الله، محمد الهبطي رحمه الله. وقوف الهبطي دي مشهورة جدا، وهذه التي أخذ منها المغاربة، وكان يضعون صاد في وسط الآية أو على رأس الآية، أي موضع يصلح الوقف عليه يضعون صاد. صاد يعني صالح، صالح أن تقف هنا، سواء كان وسط آية أو رأس آية، إن لم يوجد صاد يبقى صل أو صه، وصه معناها المعنى اللغوي يعني قف هنا أو اسكت، اسكت هنا، السكت هنا بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصطلاح، اسكت يعني اقف هنا وتنفس وكمل، يبقى صه أو صاد، وصاد أشهر. عندنا تقسيم الوقوف إلى مراتب، القسمة الرباعية ودي المشهورة عن أغلب العلماء، التام والكافي والحسن والقبيح، وإن كان اللي موجود في المصاحف هي القسمة السداسية، وبدأت في المصحف المصري للشيخ محمد بن خلف الحسيني رحمه الله، ولعل هذا أول مصحف مطبوع، وكان فيه ست علامات، ست وقوف، اللازم والجائز والوقف أولى والوصل أولى والوقف الممنوع ووقف التعانق. وقوف المصحف المصري ورموزها، عندنا الوقف اللازم يرمز له بميم، الوقف الجائز بجيم، الوقف أولى بقلا أو قلي وهي منحوتة من الوقف أولى، وقلا أولى، والوصل أولى صلة ويصح نسمعها صلي ومأخوذة من الوصل أولى، والوقف الممنوع وهو لا أي لا تقف، ووقف التعانق نقطتان أو ثلاث نقط فوق الكلمة الأولى وثلاث نقط فوق الكلمة الثانية، فإن وقفت على الأولى فلا تقف على الثانية. وهذه الأمثلة وقد سبق أن شرحتها وفصلتها. يبقى الوقف اللازم والوقف الكافي. الوقف اللازم يلزمك أن تقف وإن وصلت اختل المعنى. الوقف الكافي يتعلق ما بعده في المعنى لا الإعراب، فمن نظر إلى المعنى وصل، ومن نظر إلى التمام اللفظ وعدم وجود تعلق في الإعراب وقف لا بأس، هو جائز. الوقف التام الوقف على كلمة لا تتعلق في الإعراب بما بعدها ولا في المعنى، هذا الوقف التام، والوقف عليه أولى. وعندنا الوقف الحسن الوقف على كلام أدى معنى صحيحا لكنه متعلق ما بعده في اللفظ وفي الإعراب، يصح الوقف عليه وفي البدء ما بعده تفصيل، إن وجدت علامة صلة فقف وابدأ، يجوز لك البدء بعد ذلك أو رأس آية. أما إذا لم تجد علامة فهنا أيها الأحبة، إذا لم تجد علامة فهنا قد يصح الوقف ولكن لا يصح البدء، لكن لا يصح البدء. وهذا الكلام يعني يمكن أن تعودوا إلى شرحه بارك الله فيكم كما ذكرت إلى ما ذكرته وشرحته بالتفصيل في الوقف الحسن. عندنا مثلا الوقف الممنوع،
الوقف على كلمة تتعلق تعلقا شديدا بما بعدها أو توحي بخلاف ما أراده الله عز وجل أو لا تعطي معنى أصلا. فالوقف على كلمة العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم لا تبدأ ما لك من الله من ولي ولا نصير، لأنك فصلت بين القسم والمقسم عليه. طبعا ولئن اتبعت أسلوب قسم اجتمع فيه القسم والشرط وتقدم القسم فالجواب للمتقدم، الجواب للمتقدم، يبقى حتى لا تصل بين القسم وجوابه فعليك أن تصل. الوقف التعانق ثلاث نقط على الأولى وثلاث نقط على الثانية، إن وقفت على الأولى لا تقف على الثانية، لأن لو أو لا تقف على الكلمتين وصل، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أما أن تقف هكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا الغلط، فأنت كده ضيعت فيه، لا جعلتها تتعلق بما قبل ولا بما بعد. ده نموذج لوقف المصحف المغربي الورش، وأيضا يعني بيكون لقالون لكن هذا برواية ورش وقرأتها لكم قبل ذلك. شوفوا صاد وضع صاد يعني ألف لام ميم صاد يعني صالح أن تقفنا، ذلك الكتاب لا ريب صالح أن تقفنا، وهكذا. أيها الأحبة في الله، لم يضع على المتقين لأنه جعل الذين صف، يقول لك صل فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تمام. مصطلحات العلماء ده اختصرها قدامكم هو يعني حبذا أن تنظروا فيه وتتأملوا فيه عندما نأتي إلى آداب قراءة القرآن الكريم، وبها نختم هذا المجلس المبارك. ما مفهومها؟ هي جملة من الأخلاق والسمات المحمودة التي ينبغي لقارئ القرآن أو مقرئه أو مستمعه أن يتحلى بها ظاهرا وباطنا، ونحن أولى بها يا أهل القرآن، نحن أولى والله بهذه الآداب، بهذه الآداب. ما مصادر آداب قراءة القرآن الكريم؟ هذا النوع من علوم القرآن عبارة عن أحكام فقهية وآداب شرعية وسنن نبوية متعلقة بعبادة تلاوة القرآن الكريم وتعلم أدائه. المصادر التي أخذ منها القرآن نفسه والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأقوال أهل العلم الذين تلقوها. من الكتب المباركة التي استشهد فيها أقوال أهل العلم كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري البغدادي متوفى سنة 360، والتبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي المتوفى سنة 676 رحمهم الله. ما مظان وجود آداب قراءة القرآن الكريم والمؤلفات فيه؟ عندنا كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وأخلاق حملة القرآن للآجري، والتبيان في أداب حملة القرآن للنووي، وحلية أهل القرآن الكريم أو حلية أهل القرآن في أداب حملة القرآن. هذا إعداد مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، وستجد هذه الآداب في كتب علوم القرآن، ستجد مبحثا لها كما فعل الإمام السيوطي والإمام الزركشي رحمهم الله. ما موضوعات آداب حملة القرآن؟ ثلاثة موضوعات: الأول آداب تعلم القرآن وتعليمه، الثاني الآداب العامة مع القرآن من حيث التلاوة والتعاهد والتدارس والتدبر والتعظيم، وعندنا أحكام التعامل مع المصحف الشريف، أحكام المس، الانتقال به إلى بلاد الكفار، قراءة على طهارة أو غير طهارة، وهل يجوز أن تدخل به الحمام، أو يعني غير ذلك من الأحكام. خلاصة علم آداب القرآن الكريم في الآتي: يستحب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتلاوته وهو التجارة الرابحة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فمن قضى جل وقته مع القرآن فهو والله الرابح، والله أنتم الرابحون يا أهل القرآن. والأولى أن يختم القرآن في أسبوع، فإن لم يعني إن صعب عليك فزد حتى تصل إلى شهر ولا تزد عن شهر. الأدب الثاني تعلم القرآن وتعليمه وحفظه من أعظم الطاعات وأجلها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
فأقبلوا يا أهل القرآن وارضوا بما آتاكم الله عز وجل، فما آتاكم الله عز وجل خير مما آتى غيركم من الأموال والدنيا. ولكن قلت لكم أن الخيرية ليست في الحفظ فقط، لا تحصر الخيرية في الحفظ يا إخواني وأخواتي، الأمر واسع، فكل العلماء والأمة كل يأخذ بنصيب من القرآن الكريم، وكل خير وكل بركة. أسأل الله القبول والإخلاص لنا ولكم أجمعين، وأن يجمعنا الله عز وجل إخوة متحابين متألفين في الجنان. ينبغي لمن حفظ القرآن أن يتعاهده وأن يراجعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لو أشد تفلتا، وفي رواية تفصيا، من الإبل في عقولها. فعليه أن يراجع، لأن القرآن عزيز. الأدب الرابع: قراءة القرآن على طهارة، لما ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه: لا يمس القرآن إلا طاهر. والراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز مس القرآن إلا على طهارة، ولا يجوز طهارة من الحدثين. بالنسبة لل يا أحبتي الجنب، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا للجنب، لا يجوز للجنب أحبتي في الله أن يمس المصحف، وإنما الخلاف في الحدث الأصغر. والأولى يعني لمن أراد يعني أن يتقرب إلى الله عز وجل أن يقرأ على طهارة. وأما المعلم والمعلمة ويعني الذين يقرأ في القطار أو يقرأ في السيارة أو في رحلة أو كذا، أو يعني الأمر فيه سعة، أو في المسجد يقرأ، أو المسجد في زحام في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وأحدث، يصعب عليه في رمضان أو في غيره أن يخرج، الأمر واسع يا إخواني، اقرأ بارك الله فيك، أكمل ولك الأجر إن شاء الله، ولك الأجر. أو البعض مثلا يقرأ والجو بارد مثل هذه الليالي ومثل هذه الأيام وفي صعوبة وبرد، الأمر فيه سعة. لكن الأولى ما تيسر لك لا تتردد، اقرأ على طهارة، فإن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون، وهذه خاصة باللوح المحفوظ، فتشبه بالملائكة في طهارتهم. وإن الطهارة من الذنوب والمعاصي أولى. هل الأفضل القراءة في الصلاة أم جلوس للقراءة؟ لا شك أن القراءة في الصلاة لها روحانيتها ولها وقتها، والقراءة في قيام الليل يعني أفضل وأجمل، ومن أمسك بالمصحف فلا بأس. وأيضا عندنا يعني الختم في غير الصلاة، فكل له فضل وكل له أجر. الأفضلية المطلقة هذا له فضل وهذا له فضل. القراءة في الصلاة من استطاع أن يفعل ذلك فهنيئا له، هنيئا له قيام الليل، هنيئا له القيام في الصلاة حتى إن كان يقرأ من المصحف، هنيئا لك أن تجمع بين الصلاة وبين تلاوة القرآن الكريم، هذا شيء عظيم. فإن لم يعني لا شك أننا يعني لنا حظ في مع الصلاة في القرآن، لكن التلاوة والكثرة يعني قد يكون القراءة في وأنت جالس وكده هذا قد يكون أيسر لك. تحري الأوقات الفاضلة للقراءة التي تتضاعف فيها الحسنات كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة وآخر الليل، مع المداومة على القراءة في كل وقت يتيسر. من الآداب أيضا عندنا هذا الأدب: اختيار المكان المناسب للقراءة، ويستحب القراءة في المساجد لشرفها وطهارتها وعظم مكانتها، كما ينبغي أن تعمر البيوت أيضا بقراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وحتى يرى الصغار أننا نقرأ القرآن الكريم ونداوم، تربية لأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من الآداب أيضا أثناء القراءة الاستعاذة والبسملة قبل القراءة، والاستعاذة يعني هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى الإتيان بها، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الأمر ليس للوجوب، لأن هناك صارف له عن الوجوب، إذ ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصلاة بالفاتحة ولم يستعذ، قال: فاقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يذكر الاستعاذة، والاستعاذة ليست من فاتحة الكتاب. فلو كان من فاتحة الكتاب لدله النبي، لو كان عفوا الاستعاذة واجبة لدله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي مستحبة، يبقى صرف الأمر هذا الأصل الأمر الوجوب، لكن صرفه صارف، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا
أردت الصلاة فكبر ثم اقرأ بفتحة الكتاب، أو كما ورد في الرواية فلم يأمره بأن يستعيذ. القراءة بأحكام التجويد، هذا حق القرآن. معرفة أحكام الوقف والابتداء، هذا مما يعلمنا المعاني وألا نخلط المعاني. تحسين الصوت والترتيل مع التدبر، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن يتغنى به، أذن أي استمع، فإن الله يحب أن يستمع القرآن بصوت طيب، والله سبحانه وتعالى يحب من عبد أن يقرأه بإخلاص وأن يقرأه مجودا كما أنزله الله عز وجل. وليس الصوت المجرد، ليس إنما التغني يعني تقرأه بصوتك الذي آتاك الله عز وجل وتجتهد فيه قدر المستطاع وتخلص وتقرأ بالتجويد، فإن فعلت فإن الله يحب أن يستمع منك سبحانه وتعالى. أما إن تغنيت وكان العبد مرائيا مسمعا، وإن كان صوته إيه لا يؤثر الاستماع لقراءة القرآن والإصغاء لتلاوته. ولا شك يعني أن الله عز وجل في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بعض العلماء قال هذا في الصلاة، والأولى أن يكون في الصلاة، الآكد في الصلاة، وفي غير الصلاة أولى أيضا. سجود التلاوة للقارئ والمستمع بعد قراءة آية سجدة، وآيات السجود يعني عندنا 15 آية، في آية واحدة فيها خلاف، يبقى 14 آية، 14 آية فيها اتفاق وفي آية فيها خلاف في سورة صاد. مما ورد في فضل السجود في آيات السجدات ما ورد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية أبي قريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فلنسجد ولنحرص، مستحبة، لا هي ليست صلاة، لا تحتاج لطهارة، فإن كنت على طهارة فبها ونعمة، لكن لا تحتاج إلى أن تتوضأ ثم تأتي لتسجد، لا لا لا، إن كنت على غير أسجد، لا تحتاج، لا يشترط لها، ما يشترط للصلاة من تكبيرة ومن السلام، لا، هي سجدة، سجدة تلاوة يقال فيها مثل ما يقال في السجود العادي. من هذه الآيات قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، والعلماء يضعون علامة الضبط التي تكون بعد في نهاية الآية قبل الرقم، ويضعون خطا فوق موضع السجود وليس تحته، حتى يعني لا يتشبه، لا نشبه القرآن بكتب اليهود والنصارى. في قوله تعالى ولله يسجد، شوفوا الخط، مش شرط تحط في آخر الآية، لا، عند موضع السجدة، موضع السجدة في الآية 206 في الأعراف وله يسجدون، في الرعد ولله يسجد، يبقى تحط الخط فوقها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وهذه هي السجدات 15 في القرآن الكريم. أيها الأحبة في الله، خلاصة الفصل الرابع أدعوكم لقراءته والتنعم به، وأدعوكم لحل الأسئلة التقويمية، وأدعوكم أيها الأحبة إلى حضور الفصل القادم. سندرس علوم تفسير القرآن، علم التفسير وعلم أصول التفسير وعلم نهج المفسرين وعلم أحكام القرآن وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم متشابه القرآن وعلم مشكل القرآن وعلم مبهمات القرآن وعلم المناسبات في القرآن وترجمة القرآن. هذه 10 علوم مباركة، هلموا أقبلوا عليها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.